مساء الخير، حياكم الله في برنامج 7 على 7. علاقة المصريين بالأكل علاقة كبيرة تخطط الحدود، والدليل عندهم أمثال شعبية وايد مستوحينها من الأكل، ومثلنا المصري اليوم يقول لقمة هنية تكفي 100. خلونا ناخذ فكرة سريعة عن تاريخ المطبخ المصري ونرجع لكم. للطعام في مصر خصوصية تجعله فريداً، فامتزاج مكوناته ونكهاته يلعب دوراً مهماً في ذلك، إضافة إلى أن هناك تقاليد خاصة بمكوناته ونكهاته. وهناك الكثير من الأكلات الشعبية في مصر لها أصول تاريخية، وأبرزها الملوخية، والتي كانت موجودة أيام الفراعنة، غير أنهم كانوا يعتقدون خطأ أنها نبات سام اسمه خيار، لذلك لم يقترب منها أحد، حتى دخل الهكسوس مصر وأجبروا المصريين على تناول الخيار على اعتبار أنها سامة، لكن المفاجأة أنها لم تكن كذلك، وبعدها أضاف البعض لها لفظة ملو فأصبح اسمها ملوخية. مع الملوخية نجد أيضاً الكشري، وهو عبارة عن طبق واحد يجمع الأرز بالشعرية بالمعكرونة مع العدس والبصل والطماطم. كما أكد الباحثين أن أكلة الكشري أصلها هندي، حيث يطبخون الشعير مع الأرز ويأكلونه بالسمن ويسمونه كيشوري، وتعني الأرز مع أشياء أخرى. يبقى للمحشي أيضاً حضور خاص على موائد المصريين، كما أنه من ضمن بنود اختيار العروس، حيث يبقى إعداد المحشي بالنسبة لبعض الأمهات شرطاً مهماً لقبول زوجة الأبن. عرف المصريون المحشي خلال فترة الحكم العثماني، وكان يسمى آنذاك دولما، أي الخضروات التي يتم حشوها بخلطة خاصة عبارة عن أرز متبل ولحم مفروم، غير أن المصريين أخرجوا اللحم من قائمة الخلطة ووضعوا بدلاً منه بهارات صنعت خلطة المحشي المصري، والتي جعلت منه طبقاً رئيسياً على موائد المصريين، وبات أغلب زوار مصر يبحثون عن هذا الطبق بمجرد دخولهم البلاد. وإذا انتقلنا إلى الحلويات المصرية فنجد الطبق الأشهر باسم امرأة، وهي أم علي. هذا الطبق يجمع رقائق العجين الممزوجة بالحليب والمكسرات، وتعود قصة أم علي إلى زوجة عز الدين أول سلاطين المماليك بعد الأيوبيين، حيث أمرت زوجته بخلط الدقيق مع السكر والمكسرات مع اللبن وتسخينها ثم تقديمها للناس احتفاءً بجلوس ابنها على العرش، ومن ذلك اليوم دخل الطبق قائمة المطبخ المصري. من الحلويات المهمة أيضاً في مصر هي الكنافة، حيث بدأت رحلتها في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان، حيث كانت تقدم له في رمضان كطعام للسحور لتمنع عنه الجوع الذي كان يشعر به في النهار. أما القطائف أو القطايف كما هي معروفة في مصر، فظهرت في أواخر العهد الأموي، حيث كان صناع الحلوى يتنافسون لتقديم أفضل ما لديهم للحاكم، فابتكر أحدهم فطيرة محشوة بالمكسرات وقدمها بشكل مزين على هيئة شجرة ليقطفها الحاكم وضيوفه، ومن هنا أصبح اسمها القطايف. الكبدة من أشهر المأكولات في مصر، وهي تعتبر من الوصفات السريعة واللذيذة. خلونا نشوف مقاديرها ونرجع لكم. ومثل ما شفتوا مقاديرنا يا جماعة، خلونا نبتدي الحين نطبخ الطبخة مالتنا. أول شيء راح نسويه، راح نسخن الطابي عندنا ونخليها ترتفع لأعلى درجة. اليوم طبختنا راح تكون سهلة، كل اللي علينا نسويه أول شيء راح ناخذ الطابي راح نخليه على نار عالية، بناخذ شوية من الزيت. لو تلاحظون أنا عندي الزيت العادي وعندي زيت الزيتون. في هذه المرحلة أول شيء بنبتدي مع الزيت العادي علشان نحمر فيها الجبود اللي عندنا، وبعدين بنخلي زيت الزيتون حق المرحلة الأخيرة. لاحظوا زين، أول شيء راح نسويه راح ناخذ الجبدة اللي موجودة عندنا، زين راح ننزلها بهذه الطريقة
ونخليها شوي شوي تبتدي تتحمر، وعلى بال ما هي قاعدة تتحمر راح ناخذ شوية من الفلفل الأسود، راح نضيف عليها شوية كمون، هذا الكمون، ونقدر نضيف مع الكمون شوية كزبرة، ولكن اليوم ما بنخلي الكزبرة، راح نحط مكانه شوية بابريكا، هذه البابريكا. بعد ما خلطنا راح تلاحظون قام شوي شوي ياخذ اللون ويتماسك مع البهارات. هني بناخذ قفشة كبيرة من الثوم المبشور أو معجون الثوم، وبنخلطها مع المقادير كاملة. لاحظوا مشاهدينا الطبخة، طبعا الكبود ياخذ وقت جدا قليل انه هو يستوي، فحاسبوا انكم ما تحرقون الطبخة، وخلوا بالكم انها لازم تكون شوية جوسي او طري مثل ما احنا نحب. زين، هذه الخطوة راح تكون يعني اوبشنال، اذا حبيتوا تضيفونه تقدرون، اللي هو الشطة الحمراء الفلفل راح نضيف شوية عليه بالإضافة إلى الملح. هذا الملح، أيوة، وراح نخلط. لاحظوا بدأت الكبدة تستوي وبدأ كل شيء يتماسك وياها. راح ندز كل شيء على الجنب، وراح ناخذ الخضروات اللي عندنا اللي هو الفلفل البارد باللون الاحمر والاخضر، تقدرون تخلون اي لون انتم تبونه، مو شرط انه يعني يكون ملون، تقدرون حتى تختارون لون واحد وراح يفيد بالغرض اللي احنا نبيه. راح نتاكد ان كل شيء يظل في حاله، نخليها تقريبا 30 ثانيه تستوي، ونخلي الخضروات الحين تتشبع بالماء اللي قاعد يطلع من الكبدة وتاخذ اللون اللي فيه. لاحظوا كل شيء بدأ ياخذ القوام، هني بنخلط كل شيء مع بعض. طبختنا تقريبا بدأت تجهز. زين، هذه الخطوة يمكن في بعضهم راح يخالفني فيها، ولكن جربوها وقولوا لي رايكم فيها. راح ناخذ شويه من الطحين، طحينه، راح نضيف الطحينه على الطبخه مالتنا ونخلي الباقي حق التقديم. زين، الطحينه بعد ما ضفناها بتعطي لون وبتخلي المكونات اللي موجوده هني والمقادير اللي فيها كلها تثقل وتتماسك، وهذا اللي احنا نبيه. شلون الكبدة اخذت القوام، اخذت اللون. دائما لازم تجربون الطبخة مالتكم. الله، صراحة اللي ما راح يجرب هذا الكبدة او اللي ما راح يجرب هالكبدة اليوم خسران خسران. زين، على بال ما الطبخة مالتنا تستوي بالكامل اني نحضر طبق التقديم. طبعا التقديم دائما راح تكون بهذه الطريقه، تقدرون تجيبون الخبز المصري، الخبز المصري اللي يكون مشابه حق الخبز اللبناني ولكن يكون سميك ويكون طري وجدا حلو مع الاكلات المحمره هذه نفس الكبده المصريه. زين، فراح ناخذ خبزه واحده بنخليها في القاع، نتاكد ان طبختنا استوت. هني راح نجيب زيت الزيتون وراح نضيف عليها شوية زيت زيتون، ونحط شوية زيت زيتون على الخبز اللي بنقدمه وعلى الطبق. نخلط آخر شيء طبختنا. طبعاً مثل ما قلت لكم لما تيون تجربون الأكلة لازم تذوقونها علشان تعرفون كمية الملح والفلفل يكون متوازن.
في طبختنا اليوم كل شيء بيرفكت. هذه طبقنا راح نقدمه بهذه الطريقة. لاحظوا معاي الكبدة المصرية مالتنا استوت، راح ناخذ شوية من الكزبرة ونخليها فوق، وشويتين نحطها على الجنب. طبقنا صار جاهز. نقول علينا وعليكم بألف عافية. أكثر شيء اليهال يحبونه هو الكيك والحلويات، وخصوصاً إذا هم شاركوا في صنعه. اليوم بنروح معاكم لمطبخ خارج الاستوديو ونتعلم مع بعض وصفة الكوكيز اللي ممكن الأطفال يسوونها بروحهم أو بمساعدة الأهل. بنسوي الحين وصفة الكوكيز. طبعاً وصفة الكوكيز سهلة وحتى أطفالكم يقدرون يسوونها وياكم في البيت. شنو مقادير وصفة الكوكيز؟ نحتاج 150 جرام زبدة غير مملحة، نحتاج كوب إلا ربع سكر أسمر، نحتاج ربع كوب سكر أبيض، بيضة واحدة مع فانيليا، كوبين طحين، ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم، ونحتاج حبيبات الشوكولات، واحتاج حق رشة ملح وملعقة كبيرة نشا. أول شيء ببتدي بحط مع الزبدة نوعين السكر. لين ذاب السكر تماماً بضيف له البيضة مع الفانيليا وبستمر في الخلط. بضيف المكونات الجافة، كوبين طحين ومع رشة ملح وملعقة كبيرة نشا، وبضيف بيكربونات الصوديوم. الحين تكونت عندي العجينة متماسكة، بضيف لها حبيبات الشوكولات. بنبتدي نشكل الكوكيز. طبعاً تقدرون تستخدمون أي شكل تستخدمونه، أنا بستخدم سكوب الآيس كريم يكون عشان يكون حجمهم كلهم نفس الشيء، وبحطهم في صينية الخبز بشرط أن يكون بينهم مسافات، لأن في وقت الخبز ممكن يتبددون. الحين بندخلهم الفرن حرارة 180 من تحت مدة 10 إلى 12 دقيقة، وبنرجع لكم. طلعتهم من الفرن وخليتهم يبردون وقدمتهم. ثنائي أسعدونا بروحهم الحلوة على المسرح وفي حساباتهم في السوشيال ميديا، ولكن اليوم نبي نشوفهم ونشوف شطارتهم في مطبخ 7 على 7. التحدي اليوم مع البسام وبودانة. حياكم عندنا في مطبخنا. الله يحييك. الله يسلمك. بالعكس مثل ما تشوف ان انا بسرعه لان خلاص رشاق الحين. اشوف بس الاخ المتين في صعب شوي. بس اذا هاي متين عيلانه شو اقول؟ لا بالعكس ما شاء الله البدله من وين حلوه. لا الشيف مسموح له انه يكون متين طبيعي. صدق الشيف مسموح. ليش الكل يحط في باله ان الشيف لازم يكون متين؟ انت وين تجرب الاكل؟ يعني بس هذا الموضوع. احنا هني في البحرين الشيفاتنا كلهم متان، لكن برا البحرين كلهم ضعف. والله ما ياكل اللي بطبخه. بس اقول لك انا لغايه اليوم خسران 40 كيلو. صدق والله وزني كان 165. والله كفو. اي والله كفو. ولكن بعد نبي ننزل، لكن الاكل ما يخليك. بالعكس الوصفه عند بعلي. عندي انا 80 كيلو ما شاء الله. اي نعم انا كنت شيف بس يعني صحيح. يعني انت مجهز روحك؟ جاهز. يا واللي تدرون اليوم طبعا المطبخ مالنا مطبخ مصري. حلو. والتحدي راح يكون مصري. ما قالوا كذي؟ اي جاي من المشبوه. قلنا شيلاني محمد. ما في شيلاني. اليوم راح تسافرون الى القاهره والخبره مالتكم تلعب دور. نعم بهالمصر. بصي بقى بصي بقى
بس ما حد ياكل بقى. لا مشكله اللي بياكل بقى هني قدامك. انت بتجرب؟ إيه الله يكون بعونك. طبعا خلوني اعطيكم فكره عن المسابقه. اليوم راح تطبخون لي طبخه مصريه معروفه. اكيد كشري. انزين الحين انتوا حظك شو اللي بيطلع. ها فيه. عندكم كل واحد فيكم راح يطبخ بروحه، عندكم 15 دقيقه. في هاي ال 15 دقيقه لازم تسوي لي الطبخه للحظه الاخيره. اذا طاف الوقت ومو مخلص تخسر المسابقه. كل واحد بروحه؟ كل واحد بروحه. ما تبون يوم لك سرتني يا بعض. شوف انت تقدر، اذا طبعا اذا حالفك الحظ وكنت انت الطابخ الثاني تقدر تخرب عليه اذا كان هو اللي بيطبخ في البدايه. بس الحين شنو؟ مثل ما قلت لكم بيكون عندكم اختيار ان من فيكم يكون الاول، من فيكم يكون الثاني. بالقرعه ها؟ بالقرعه. طيب انتم تسحبون الحين القفاش اللي بخلي لكم اياها. ممكن اتنازل واخليه هو اول واحد. لا لا انا بخليك الاول بعد. لا ما يصير ما يصير. لا بالعكس الكل يبي يكون الثاني. لا تخلي قص عليك. لا هذه لانه اذا صار الاول ما بيخليني اطبخ هني ولا عقب شهر. خلاص احنا اتفقنا انت اول واحد. اي حقك. لا هنروح للقفاش. يلا القفاش القفاش. من البداية قاعد يفر عليه الطاولة. خلنا نشوف شو يصير. طبعاً المسابقة الحين راح يكون فيها ثلاث اختيارات، والاختيار ممكن يكون صعب، ممكن يكون سهل، ممكن يكون متوسط يعني الصعوبة. عندكم الجدر، عندكم البكشة، وعندكم ما خلف الصورة. شنو بتختارون؟ لازم تتفقون مع بعض. ونفس الطبخة اثنين؟ اثنيناتكم تتفقون مع بعض. الطبخة بتكون متشاركين فيه. بكشة صغيرة. اي بس هون عيوني على الجدر. الجدر اي لان احس انه يمكن تغير طبخه يصير فيها اي شيء. بيض سهل ماي. خلاص الجدر. متاكدين؟ اي ها اتفقتوا؟ تم. اكيد اكيد. راح نجيب الجدر. الله. وداخل الجدر طبختكم اليوم خبز؟ فيها خبز. حلو. شنو الطبخه المصريه اللي تستخدم فيها الخبز؟ مصقعه. لا مو مصقعه، مسقعه. مسقعه؟ هي نفس الشيء ترى. نفس الشيء. على قولتهم الطبخه المعروفه اللي دائما يكون بين الخبز في لحم مفروم، شو يسمونه؟ حواوشي. الحواوشي. احنا نطبخ حواوشي؟ عرايس يعني. عرايس. هذه كلمة ثانية. خطرة هذه إذا طبخناها فيها لحم. احنا ما صرنا عرايس بنسوي هذه عرايس. الحين أنتم عليكم تعرسون اليوم. هذا تبع على القصر ويانا الشيف الله يطول بعمره. أنا حبيناك من دشينا. والله العظيم. والله إذا تساعدنا بعد منكم ممنون. ترى الحكي الحلو أنا يضيعني يوديني في داهية. لا بالعكس توكلنا على الله. إيش رأيك أنت تطبخ إحنا نتغير؟ يعني وبعدين أنتم تاكلون وتقيمون الطبخة. بس تجربة تجربة اليوم تجرب. شوفوا هالحكي كله ما منه فايدة. لازم تسوون الطبخة بالخطة اللي في بالكم والمكس اللي تسوونه. أهم شيء إن الطبق يكون طعمه حلو والرأي يكون في النهاية إن شاء الله. حواوشي ها؟ لكم 15 دقيقة. أوه. ولكن قبل ما نبتدي طبختنا عليكم تختارون من الأول ومن الثاني. والله بالله يا أبو دانا. والله عندك عندك يا رجال. تبون تسحبون القفشة ولا تبون تلعبون حجرة ورقة خاص؟ لطل لا 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 بتشيل الكفاش من وين ذي؟ لا لا هاي الكفاش، هاي الكفاش من استوديو 7 على 7. شوف الحواوشي اولا ما يستخدمون فيه المدور، والله يستخدمون فيه ذاك لانه بتطق شيء، فانا ابي ذاك. خلاص انا ابي ذي. اكيد انا اخترت ذاك. لا انت اشرت بس لازم تسحب. لا انا ابي ذي يا ريال. انا ابي خلاص توكل. اسحب. شافوهم عيني عينك شافوهم. شوف انت وياي. عيلت لحظه انت تسحبت احتمال عود انك شفت. ما شفت احتمال عود؟ ابى اشوف انك شفت. ابى تدري شلون؟ ابى السعر. خلوها حجر ورق نقاص. كفو. تفضل تفضل. انتوا حثناتكم ضدي ولا شنو؟ لا لا لازم اكون حقاني بعد قدام الكل قدام المشاهدين. بطل وشوف عدل ولا لا؟ خليك حقاني. يلا حجر ورق نقاص. ترى غشاش. لا لا قدام الكاميرا. كم مره من اول مره؟ انا بكون ايه. يلا حجر ورق نقاص. جبت شلون؟ الله اكبر. اختار تبي تكون الاول ولا الثاني؟ ثاني. حق؟ حق حق حق. مشاهدينا البسام فاز في حجر ورق مقص واختار انه هو يكون الثاني. وطبعا بودانه بدا شوي يغلي من داخل. توترت. شوف شوف انا الله يستر. بس جاهز حق الطبخه؟ مفروض اني جاهز. عندك 15 دقيقه. اكيد تم تم تم. خلونا نبتدي. بالتوفيق. الله يخليك منعت حبيب قلبي. حاول ما تاكل.
حماس مرتفع وبدانه قاعد يتوتر زيادة. جاهز؟ جاهز. ها؟ أول مرة أشوفه خايف. والله أنا يعني كله يخاف إذا أنا موجود. عارف راح بهذه إن شاء الله بتروح عليه. أبيك الحين تغلبه. ما تصافح وياش ليش؟ أخدره. أنا أمشي التمون أنت ترى. لا. جاهز؟ جاهز. وقتك يبتدي الحين. ودانا بعلي بعلي يركض يركض يا بعلي بروح على السمان وايد يا بعلي. صلى على النبي بعلي. هذه ما تحتاجه. بعلي لو سمحت لا تشيل. ما تحتاجه. لا بعلي شاغبه غير وشيل سمانه غير. صلى على النبي. بعلي لو سمحت. هذه ما تسهني. لو سمحت. فرن بي. مو فرن بي. ايش قاعد تسوي؟ قول لنا زين وانت قاعد تشيل. انا قاعد اشيل ابرز الاغراض الرئيسيه. نحتاج اذا تحتاج مني شيء قول لي. هذه عاد اخذها؟ عادي تاخذها، كل اللي في الاستوديو لك. الله يطول بعمرك. بعلي لو سمحت لو سمحت سك الدرج. ها كذا سك الدرج سك الدرج. لعبت العب بادل بعد سك الدرج يا بعلي. بعلي هاي ما يعرفون في الطبخ، هذه مال الطبخ. عم بياخذ ذي. قول لنا ايش بتسوي في ذي؟ هذه؟ ايه. بعلي هذه مال حراس، جد الله يستر. احترم نفسك. راح الوقت كله في القفافيس. شفت شلون؟ لان انت واحد من حيث قاعد يلعب علي. طافتك الدقيقه الاولى. يلا لا لا عمرك بس اذا تشغل لي. تذكر؟ ايه. شنو الحراره اللي تبيها؟ على شيء؟ على شيء. يلا بس الفلفل بدون ما يصير. بعلي عشانك. يلا عشانك سبايسي. حبيبي. بعد حط لنا شوي. بعلي مو بورد مو بورد. وين راحت البهارات اللي هني؟ اي بهارات؟ لا هذه فيها ركبت. لا لا كذي ما بنطبخ. بعلي وين البهارات؟ اي بهارات؟ ما عندي بهارات انا. الله اكبر عليك. يعني طقهم الهواء كانوا. شفت شلون؟ بعلي بس سهيت عنه وطار. بعلي سهيت اركض يا بعلي. لقيتك بول الاوراق. الله بعلي ما يصير كذي. لا اذا بياخذ وقت يا استاذ ما يصير كذي. عندي ربع ساعه طابه اشتغل؟ ربع ساعه كل شيء شغال. كل شيء شغال؟ زين الحين قول لنا بالضبط ايش اللي بتسوي؟ حواوشي. بسوي الحواوشي. ها ترى الوقت قاعد يمشي. الوقت قاعد يمشي بس انا بعلي قاعد اشيل السمان عني المفروض ما تخليه. انا شلت شاي الحين. الدهن شلون ينزل؟ كله صدق. لا لا لو سمحت زيت اي زيت استخدمت؟ ابي الزيت العادي ما ابي زيت زيتون. هاي الزيت العادي. اي الزيت العادي. انا حطيت نص قط ما ابي احط. لو سمحت. ان شاء الله. عارف نص قص عنك. مشكلة ما في خلاط هني. لو في خلاط عندك. خلاط حق. خلاط حق نفرم الطماط مع. والله خبيت شو. زين بدونا سؤال. قد مرة سافرت مصر؟ اي نعم. ها؟ اي نعم. عطني الاكسبيرينس مالك. طباعك يعني. انا اكلت هناك حواوشي في مصر. اي. اكل الفرجان يسمونه احنا نقول يعني اكل الشارع الشعبي. ايه ولذيذ بصراحه. فيعني الطعم اللي في بالك الحين اليوم بتطبقه لي. ما بطبقه لك بسوي لك الشكل. يا المهم الشكل. اي مناطق رحت في مصر؟ وين نقط الزوائد الله يسلمك؟ عندك تحت هنا. عندي هنا تحت؟ تفتح الكبت. ايه عندك. ما نبي اي شيء. نبي شغلنا كله سليم ونظيف. زين بالنسبه حق الناقل مصر مثل الناقل. لو سمحت بعلي لو سمحت لا تدخل. هذه بتشيك واحد سخونته مو هذول. شوف يعني ترى كل النقاط احسب عليه. هو الحين نسى السؤال اللي انا سالته. اي مناطق رحت في مصر اخ عبد الله؟ حلو بعد القاهره. القاهره تفضل. شكلك اسكندريه. ترى هو زين في التقصص بس انا قلت كذي. هاي كذي وما ركز. الله يستر ايش بيصير. قلت له خلنا ويا بعض. فلفل الحين احط الان اهم شيء. بعلي لا تدخل بعلي. انا بوقف وياك في هالاوقات هذه. عطلني يا بعلي. يلا نزيد دهن هني لك. لا بس نبي ننزل اللحم. اكو لحم موجود. شوي بدون ترى عادي انك تايم وايد. لا ما في وقت. شو اللي قاعد تسويه؟ شو اللي قاعد تسويه؟ انا بسوي هالخلطه الله يسلمك. زين بس لان قلت لك ما في لك 11 دقيقه ترى. ما بيمديني اصلا انا. شوف شلون بيمديني اخلص. يلا شد حيلك. يلا وراك طباخ. انا مستغرب من الحين. مو المفروض ينخلط وياه. ما خلطه كله هني. ما في فرامه الله يطول بعمرك. ترى عندك ال شنو هي؟ خله لا تقول له. اي والله صدق. لا تقول. كل شيء موجود ترى. ما قلتولي وكل شيء مخشوش هني الله يسلمك. الفرامات موجوده وال حرامات مقادير اللي مخشوشه موجوده. مو مشكله. ما في كبشه صغيره. هو طباخ صدق. ايه اذا نطلع ولا شيء يطبخ لنا هالمكبوس. والله العظيم طباخ ماهر. بس انت باقتنا بالحواوشي. ايه انت حمودان تحط كذي على كيفك ولا لا بعلي لحم بالملي. ها
يعني عشان اسوي نفس الشيء. والله الملح والله الملح. الملح ترى ما بالقلب يوقف يعني مو عقرب الضغط ما بترفع الضغط. فرط فرط العبد. زين عطني يعني يومك في مصر شو تسوي؟ راقد. كم ياكل كشري. كله في الاهرامات. كله في الاهرامات ثلاث ايام. يرجع يرقد. بقول ترى كذي صار البسام هو المتحدث الرسمي مالك. خلاص انا رحت فيها. الله. الحين هاي حواوشي بالله عليك. ما ادري انا صراحه بديت اخاف بصراحه. هو بصير حواوشي جنبه. انت عليك تاكل داخل خبز الله يطول بعمرك. بس صورني ملغوم. ايه لا هاي ما يبي لنا خبز صغير. انا قلت لك ابي فرامه انت ما ساعدتني الله يطول بعمرك. ما ساعدتني. شوف انا شنو قلت لك في البدايه اللي خاطرك فيه اسال صدق وانا موجود. غير البهارات عندك استعانه في صديق عندك استعانه في الشيف. انا ما اقصد البهارات الله يسلمك. فرامه. انا اقصد الفرامه. ما اقول لك كل لو سالني شنو يستخدمونها؟ يعني حق الخضروات اللي قصصها كذي ان نبشر. ما بعلمك علشان تبعلمك. لا علمت انت علمت بشر. بشرك الله بالخير. انت علمته وخلاص خلاص. لا ترى هذه زين بس لا هذه قيمه. انا دائما اقول لك اللي يبتدي المسابقه الثاني كله خسران. ترى تدري بعض الاوقات الثاني يخسر. لا ما شلون يخسر تعلمت حتى الفرامه وين؟ بقول لك العزيز بعلي 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 ايش سوى فيك؟ شيفنا تحكي عليك سوى نفسك. ترى انا لو اروح مطعم اشوف البصل هالكبر داخل الروتي. لا انا احب البصل عود بعلي لان عندي سرعه في الهضم. اي صغير. باذن الله باذن الله بيصير يا بعلي باذن الله بيصير. كل شيء يصير كل شيء يصير. بعد الناس ذواق في الاخير. احط لك فلفل. بعد التدخل. انا اقول انت ارجع مكانك. لأنه كذي قاعد تخرب عليه. لا هو خرب وخلاص. صار 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 اللي قاعد يسوي شاورما. شوف الفوضى حط ذي. لا ذي زرع زرع انت جايبه ذي بعلي. كلش ما ادري ايش قاعد يصير. هذه شلون بطل الله يسلمك؟ هذه شكاك. شوف عطني. ابو دوده بعد ما تعرف تفتح البوط. والله العظيم. عطني يا ريال. اوكي. ثمان دقائق خذ راحتك اطبخ لي الشاورما شنو الشاورما اللي قاعد تسويها. هذه باستا. ترى العبره في النهايه في يعني انا دافع عن نفسك انه لو بس احط عليها شويه باستا صارت اكل ايطالي. اهم شيء الترتيب. لا 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 انا بستخدمها. لا ما انا ايش قاعد تسوي؟ انا ارتب هذه وراني شغله. طبختك الحق عليها احترقت. لا ما تحترق ما تحترق انت شيف على راسي بس ما تحترق. يلا 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 زين قل لي عن رحلتك في المطبخ. شفت هناك في كبار في العمر عيايز في مصر يسوون الحواوشي بطريقتين. طريقه انك انت تحطها في هذه الخلاطه وتفرمها اللي انت ما علمتني عليها للاسف ولا اعطيك اياها. شوف يقول لك الواحد لما يسال ما يضيع. اي واحده تبي؟ لا انا ما ابي هذه انا ابي الفرامه ذيك كانت انزين. وفي طريقه ثانيه الله يسلمك حق الحواوشي اللي هي بعد ما يستوي الحواوشي باقي لك سبع دقائق في الفرامه. زين ما عندك شيء نغطي فيه الطابي؟ لا لا حط الخبز. بعد عندك وقت علشان تغطي؟ اي أيوة والله ما عندك وقت تغطي. تعطيني ربع ساعه. زين بودانة تفضل. سؤال الموبايل طلع قام يصور بعلي حبيبي على السوشيال ميديا بيوحيك الحين. علمني بعلي نحتاج ضف الدم. خلينا بالنسبه حق السوشيال ميديا ناس تنطر تشوف الفيديوهات اللي تنزلها. لا لا فالحين ما دام انت موجود عندي في المطبخ ابي منك كلمه حق متابعيني. الناس هذيل سلمك الله هم اللي من بعد رب العالمين هم اللي عطوني المجال ان اليوم انا اكون بدانا في السوشيال ميديا. نعم. ومو بافرض المحتوى مالي كثر ما هم اللي فرضوا علي ان انا واصل على نفس المحتوى اللي هم حبوه. اللهم لك الحمد والشكر جدا سعيد بوجودهم في حياتي. هم اللي قاعد يعطوني الحافز. يعني احنا ودنا كسوشيال ميديا حتى كفنانين او اي مجال وصلك للشهره ودك تشوف وتروي الناس بالعلن المحادثات اللي تصير بينك وبين هالمتابعين. صح. تبي تروي الناس الشفافيه شلون بينك وبينهم. اللهم لك الحمد والشكر، نعمه من رب العالمين. نعمه. لا الخبز باقي الخبز باقي الخبز. لا بودي التنور. لا ما فنقول لهم اليوم يمكن هذا اول فيديو بيشوفونه قاعد تطبخ. اي. بالضبط. خلينا نشوف رده فعل الناس في الوضع. انا تقريبا ترى اللحم عندي استوى. ترى الوقت قاعد يداهمك وانا لحد الحين. ايه الخضرة هالكبر ليش؟ ماسخ 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 عندك خمس دقائق لا خذ راحتك عندك خمس دقائق. ربشنا يا ابو علي ربشنا قاطو انت قعد. ها 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 بعد لا تقوم مساعدتك يا ابو علي. لا لا ما ابي شكر. شوف
انت الوقت قاعد يداهمك. ايه زين، وكل شيء قاعد يستوي خلط بلط الحين قدامي انا ما ادري ايش قاعد يصير. لا فعليك خل في بالك، حط عندك وقت لما اقول لك باقي لك اخر دقيقه او دقيقه ونص لازم حق تسوي الطبق، ترى البرزنتيشن مهم هني بعد. ايه اوكي لحظه، ما بتعطيني سندويتش باكر؟ لا ولا يهمك ولا يهمك، لان في ناس تطلب بدون روتي. انا شفت ترى برز لان انت بتاكله اشيله ولا هذا تصرف الاسعاف. بسرعه، الله اكبر، يعني اشهد لله عنده طاقه تحمل تحمل البسام. لو واحد ثاني مكانه كان هد المكان وطلع. اي او يفت علي الملاص. ها اشيل عنك؟ لا لا، ذي بالذات ابو علي، ذي بفلت عليك الملح، ذي بالذات ابو علي يعني بضابطك ترى ابو علي. الله يعطيك العافيه. راح انت مسوي اربع شكلك بتسوي اربع سندويتشات. لا اثنين بس. لا خبزتين زياده حق شنو؟ هذا حق البسام اذا ما سكت. واحد يسوي خير يعني. ما ايه ايه، بدا يستوي الصح. نبي جبن وياه شوي العجل. بدا يستوي الصح. زين والباقي ايش بتسوي فيه؟ انا هني يعني عشان التبذير تخبر. يلا زين، سووا ثلاث سندويتشات علشان نجربها كلنا ويا بعض. بعد صح يعني، انا باكل وياكم. انا اقترح اني هو يجرب. ما بياكل انا اكل. زين عادي اسوي بدون خضراء انا. كيفك؟ ها يعني انا اللي مشتاق وحاط الدنيا دي كلها طريقته. لا هاي زياده في النقاط لك. لا ها ايه، ترى كان في شانس انك تجيب طابي ثاني. لا خله من ذي انا؟ إيه. يا رجال اني طابي ثاني ما كليته اليوم نهائيا. ثلاث دقائق عندك. ها زين ابي اللي من تحت ذي الحصر. دور انت ابي الستر الحين بس. اي والله اساعدك؟ اي الحين اساعدك يا ليت. يلا ها عشت. ابو جان لقوا ما يبلك؟ بعلي بعلي، انت ما يبتي ولا شيء. 240 دقيقتين و40 ناس اوردر طلب على طاولتنا. والله خوش ريحه. لا تبي ريحه بعد الحين المشكله يعني الشكل يخرع شوي بس. لا هذه الخبز مضروب له خلاص. حتى طقه تاكل. وين نبي تخرب؟ تبي صدق تخرب عليه؟ استخدم الخبز كله بس. ابي صحن صحن هنا اكلها. تعال هنا. لا مو بصحون علي. تحت. لا بالمقلوب بالمقلوب افتح. هذه ثاني. هذه ابو علي ترى قاعد يداهمك الوقت. هاي غسلان مو زين ترى عليه. لا مغسلين نظاف صح مجهزينهم انتم. اي فعلي فعلي عبالك. يلا يلا ما باقي لك شيء. ما باقي لك شيء. لا بالروتي ما علي. انا ما ادري ايش قاعد يسوي. ما ادري هو ما يدري ايش قاعد يسوي. انت متاكد الحواوشي؟ مفروض حواوشي هاي بس عادي يمكن نكهه بحرينيه. الله بعلي شوف الطريقه ذي. الطريقه هذه الثلاثه شنو؟ شنو يعني؟ بس تبند الجز لو سمحت عشان ما يحترق ذي. عندك دقيقه ونص بس الجز. يلا ممكن تبند يعني. يلا شغل بند بس. ابند؟ اي نعم. يلا خل الطبق يستوي. عاد انت رحت هناك ليش؟ يعني يستر على روحه بعد كذا. قاعد يخشش ايش قاعد يسوي؟ الله اكبر. بعلي والله ما غلطت. لحظة ايش قاعد يستوي؟ لا مو فراولة وحواوشي بعلي ايش فيك انت؟ فراولة يحطون في الحواوشي. حط لي فراولة. دق هني عصرة. عندك دقيقة. ما اعرف الطب. دقيقة متبقية يلا. ابي ذاك الله يسلمك. ذاك شنو؟ الفلفل ذي. علوم لا الطويل يا قوس. شبنت شبنت قطيت انت فلفل طويل شبنت. لا ذي مالي. لا لو سمحت والله. انت شوف فلفل طويل شبنت. اكو عندك شبنت. ها دور شوف قاعد ياخذ سمان. لا يا ولد هاي سوى هني نقل جوا. اذا كذي بيتهاوشون داخل المطبخ. انا اقول طبختنا خلاص. بعد لا تدخل هذه اسبق. هذه اول مره تصير فيها. حواوشي الجامبو يا اخوان. حواوشي الجامبو. الثواني الاخيره ما باقي شيء ترى. خلاص هو خلص 20 ثانيه. امورك طيبه. ها امورك طيبه اكيد. متوكل على الله. ما تبي تحط عليه شيء؟ لا 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 15 ثانيه. ليمون. لا اذا تحب السبايسي تقدر تحط فلفل اسود. لكن انا 10. امورك طيبه. ها شو اسمه ذي الطبق؟ باي لو سمحت. 5 هاي الطبق مالي. 4 3 2 1 الله الله الله. على الاقل نظفت الصحن يعني نظيف. انا سالتك مجهز؟ قلت مجهز. طول عمرك مضبوط.
شغل عادل صحيح. انت ما قلت لي نظيف الصحن. ها شو مسوي؟ مسوي تقديم حلو بس نظف الصحن. يعني الصحن ما كان نظيف؟ ها لا يعني اللحم راح دور على الصحن. اي لا لا هذه هذه شعات ما ادري اسمها. انا هذا يعني طبختك لها واجهة حلوة صجي ما حد، ولكن اللي صاير هني مخرب شوي، ولكن ما العبرة في اخواتي الله يطول عمرك. لازم طبخة بودانة جهزت. تبي تحط لها اسم؟ لأن هاي حواوشي ما طبخة بودانة جندليغة. ها؟ جندليغة شنو دي بعد؟ جندليغة يعني شيء يعني شيء مو عدل. نفس الشو شو اسمه؟ يعني شيء مو مرتب. تعالوا خلنا نجرب ونخش راينا حق بعدين. تعالوا في عندك ثلاث سندوتشات لازم تجربها. لا مهنون انا لا 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 بعلي كل ارضماتي ارضماتي بعلي. لا لا شوف شوف الروتي قاعد تبد الريال ما قاعد ياكل ذاك العدل. شوف شوف نفسك شلون ياكل الشاحل ياكل هذيل. انا قصدي حق مطعم عرف بس انه ما في. الحين فاصل ولا الحين؟ حاولت اسوي اشياء عشان اطيحها مطعم. مضبوط خلونا نبدأ طيب ان شاء الله مع البصل. والحين بيبتدي البسام طبخته. اي نعم. ومن طبخته الناس حبته. الله ومن طبخته الناس حبته. جاهز؟ باذن الله. انا اشوف لان شوف هو الثاني حماسه زاد. يلا بنشوف الحين. جاهز؟ ليش ترجع ريوس؟ ارجع احترم شلون صدوني بسرعه. وقتك يبتدي الحين. روح يا ابو علي روح يا ابو علي روح والله روح ابو علي روح ابو علي كوكو كوكو هناك سمان. شفت شفت مساعد شفت شفت شفته اشيل عنك شيء؟ الخبز يجيبه بسرعه. تمام رفع عليك بسرعه متاخر. تفضل النذر عندك ابو علي عندك. تبي خضره؟ لا ما نبي شيء نبي نبي توكل الله بس. ابو علي دقيقه بس قصه جاهز بقول لك بسوي زباله انا. صح روح من هناك. صح شنو اللي نسيته؟ شوف الشيف انا ما ادري شنو ذي بس كلها بخليك من ذي. تاخذهم كلهم؟ اي والله. لا ليش ليش الفلفل الاسمر غلط شيله؟ مو بشغله. عندك 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 سلع؟ عندي 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 علاجات. انا بهارات جايبسك بطني اليوم. لا السياره كلها ادويه لان عارف اللي بيسويه هو. بعدين سي شغله داخل بعد. لا لا هاي اسرار المهنه. رجعوا على التليفون. حلو وبعدين؟ بعد وصلت. الوقت قاعد يمشي. خليه يمشي توكل على الله. خلاص سويته؟ بعد بس هاي اللي شفته بودانة حطيه هني زين. إيه بس ها ما تبي مساعدة في شيء؟ أبيك ترتاح وتستمتع. والله متأكد؟ لا مو متأكد. هاي ما يبشر يبنى الثانية. ارتاح علي لك ما لها شغل وتعب عليك الغشمة قلنا لك فرامة ستشينة ما عندنا ستشينة. وين وديته؟ ستشينة انه سيفتح الغلاف. لا حطوه ليش عشان اسرع اسرع. ما تبي مساعده؟ بلا اي شيء سوي وياي بس. انت بتساعده بس ساعدتني عين عيني. ساعدتك لا ساعدتني بشنو؟ تعال اقول لك هيا انا قاعد اشوف يعني اقول لك لا لا ولا يبذي ولا ذي. خلينا نشوف ليه متى بينطر. ايه وين رايح؟ صح والله كبير الله اكبر عليك. لا ابو علي هذه ما رابطها. لا اسكت عن ترى الوقت قاعد يمشي. زين شنو نقول لك شنو ما سويته انا؟ كل شيء جبت. صح طافت اول دقيقتين. ما عليه عاد انت بعد تبي مساعده؟ اي والله. زين متى بتشغل الطاوله؟ دهن دهن انت لان قلت لي مسؤول عن الطاوله. لا لا مو مطعم تفضل. لازم تقول لي عشان اساعدك. الو بس على كاميرا. ان شاء الله. اول شيء اصب ولا قبل؟ عقب؟ على روحتك. اللي انت تبغاه. بس عشان ما يرتفع الضغط نفس صاحبنا. ايه بحط لكم شوي بس. اي زيت استخدمت؟ زيت الزيتون من احسن زيت شو اسمه في الدنيا. حلو حلو. انا جبت لك ابو علي بس دخليته. اسكت يا ولد. طماط شوي لان ابو علي اكو اذا تبي تفرم اللحم. شلح هذه باخذ خبز بخليه. صح في راسك. زين بس قول لي ايش قاعد تسوي؟ قاعد اقص طماط. شذي قصت الطماط؟ انت شفت الاخ شنو سوي في الطماط؟ ايه انا ابي استمتع الحين. مالي ستشين وايد عود عليك وايد. هاي تقص فيها المكتبه دي كلها. في يعني شوف طريقه القصه هذه الله يستر تروح فيها واحده من اصابعك. لا مسوي يح ترى شوف هذه يح. يصير نستخدم ستشين على شيء ثاني؟ لا لا ما يصير. عندك 12 دقيقه. والله بيساعدك والله العظيم. حرام عليك الكبر ليش يلا شوف ما تقص ذي.
زين الحين انت جايب الفرامه حق شنو؟ حق الضحك. يا حتى انت ما بتفرم؟ والله ما عرفت حق شنو الفرامه سبي الصج. تبي استعين بصديق؟ ولا على كامل حق شنو الفرامه؟ ها؟ يستعين فيني عشان تفرم. افرم شنو؟ تفرم الخلطه اللي بتسويها. اشوف اشوف. لا هذه سيدي صبها هني. بس ما احترت اكيد بدي احتر والله لا انت. انزين لحظه قبل لا تنزل. لا بس ما تشوف. ابيك تشرح لي اللي قاعد تسويه بالمحصلة. بص باشا. انا ماشي يا دام اي حاجه اي حاجه كمل على انت رد عليه بالمصري اي ده بتاع وين انا بتاع الجيزه زين حط كركم ولا قبل محترف الاهلي المصري فعليا خلاص شو تسوي افرم انت بس قاعد تراويني مقادير سوي شغله مو كذي لا 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 كذي بخور بدون اساعد على الاقل افرم له شيء با ان شاء الله بدون بيض الله نص وجه 11 دقيقه افرم لا فلفل ما يحطه ما ابي انا ما اكل على راحتك تبيني اساعدك اقص لك تبيني اساعدك اخذ مساعده اذا تبي انقص نقاط مساعده يلا لا تعال هنا انت معك اساعدك لا اذا اقول ما ابي يعني تحتاج مساعده ولا على كم تخلص لي الموضوع هذا كله محسوب شنو اللي تبي شنو اللي تبي كله محسوب طبخ عنه هو لا لا شوف تبي سنطر سنطر ليش قول لي شوف قول لي بالمصري شنو اللي تبي بسوي لك عاوز اتقطع ايه ده الخضار الخضار بس والطماط حجمه زين ايه طب الخضار ازاي أيوة. عاوزها ازاي كات 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 بالي بالمصري اشوف قنبله لا كيوي اه عايزها كده اه شنو لا لا قاعد تشتغل عنا عين عينك ايوه كده بالضبط شو انا شنو قلت لك انا من البدايه قلت لك استعانه في صديق استعانه في شيف يعني استعنت فيني يعني عادي اقول لك مثلا على الاقل لو قايل لي افرم لك والله تفرم لي اي اول شيء احط له ذي اللي ودك الا واحد بعلي لحظه لحظه قاعد تخششون اغراض من اكو هذا كيوي كيوي تبي تاخذه وياك لا 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 زين حط الحين لحم مفروم ايه نقول بسم الله يا عبد الله تعال شوف استمتع ياك 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 تعال شوف فراوله بعلي شوف شوف تعال شوف شوف واستمتع سوي قفشتك على الاقل خيب وياك قفشه علشان تقدر تحرك مكشنا مره واحده بعلي بيطشر عليك حلف ايه اي واقفين كذي انتوا شلع اشتغلوا قمنا نطبخ مكانه ايه فراوله ليش؟ رايح برتي انا يا ول حقك حقك ايه نبي ذي بدون صافقه العوله بس عشان نحرك ذي اكون فخ عط عليهم يا ولد دروع ايوه واضح اني من امتى الشيفات لا يدك قفاك بدون ما تطلب لا تخيل يعني قمت اطبخ مكانه انا كنت بختبركم مشاهدينا يعني ما يصير كذي على راسي مشاهدينا ها بس لا المشاهدين شافوا ان انت وياه الحين انت من البدايه قلت انا اللي بكسر وبطبخ ثاني واحد مسكين تعب وهو قاعد يخلط في هاللحم ذي انا عن الحسد بس خذه ايه بعد بس بصل وذي وحاجه بس يكفي بس انا سندويشتك كانت تجيله زين البهارات جايبهم ليش؟ يا ولد كومة البهارات اوه تعال حاضر قول له قول له خليه يساعدك قول له اساعدك اخلط عنك؟ تعال تعال ان شاء الله واقف كذي جايبك انا افتح الدرج اللي فوق طلع قفشه صغيره علشان تقدر تطلع البهارات مو تقط اللحم برا؟ لا 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 ما عليك ايش رايك اللي مسويه؟ لا تعبان سوي عيين بقول لكم ترى انا مو في مدينه عيسى ايامكم الخنه مخيم ترى ترى احنا طالبين حواوشي نبي هذه القفشه شيء هذه والله في صغار في كبار اللي هاي زين يلا ترى هاي لو تعيني يصير برجر ثمان دقائق عندك يا عطني خمس خمس؟ لا لا 10 نشيل منه دقيقتين زبد عطى يوم يوم كامل شوف الضوء اللي سواها الخنه ذي العش برا الحين سؤال سؤال انت تعرف الحواوشي شيء؟ من هذي؟ ولا بس تعرف تاكله؟ الحواوشي؟ ايه بعلي بهارات دنيا تفضل ايه صح ما يصير خير بطلهم بطلهم ليش بطل ذي بسرعة اخر مرة سافرت مصر اخر مرة قبل سنة قبل سنة شنو الاكلة اللي تعجبك في مصر؟ كشري كشري؟ ايه تعرف تسويها؟ تبيني اطبخ كشري؟ ما اصنع ما ادري اصدقه اكذب ما ادري شو اقول صراحه انت متى بتروح مصر ها؟ متى بتروح؟ والله عليك سال عني هناك يعني؟ بعدين وقت قاعد يمشي انت قاعد خليه يمشي الوقت احنا نمشي قاعدين زين انت كذي سويت لي كباب يعني احنا مساعة هو سوى لي شاورما يا جماعه هو الحاكي انت اذا تطلبون اكل ما تنطرون في السياره صح سبع دقائق لا
انا بطلهم. لا 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 الوقت محسوب عليك. لحد الحين ما اشوف البهارات ولا تشوف القفشه اللي خذوها والله استخدم كركم. شنو؟ لا انت قاعد تسال شيء ما تطلب مساعده بعدي. حطهم كركم. جايب القفشه ليش سوي روحك انيق؟ حطهم كركم. طبخها بالطريقه اللي تبيها. ايه ها سوها وموزعه يعني هذا الحين قاعد يسوي لك القيمه البحرينيه. قيمه بيحطها في خبز بيقول لك هاي شنو؟ كمون ضروري قالوا لي انا. بس وعلي انا اصلا حرام اخرب عليك اللي قاعد تسويه. تعجبني الغلطه اللي قاعد يسويها وراوي بعدين. ترى شيف عن شيف يفرق. حطوه هاي بودانه حاطه اسمار. شنو؟ مبركه. مصيبه باربيكيو الحين. لا باربيكيو ما في مبركه بعد. بس يتراول اللون صار حلو. هاي من بياكلها انا؟ والله هذه انا اقول لك لا فيها فيها هذه انت هالريال لازم ياكل. لو تدري شو مسوي 10 دقائق انت وقت مالك قاعد يزيد والله. شقصك عليك صدق مسوي شيء غلط انا. اي لا صح صح روح وهد. تسويت شيء غلط عود. شنو قول لي؟ ها؟ بعدين اخر شيء. بعدين انت الحق ترى احترق. ليش شنو لازم اسوي خلاص كل شيء؟ الثمان الباقي لا ذي مو بحلو وياه. على هواك. الطبخه احترقت يا البسام. لا الطابي تعبان. قطها على الطابي. الطاهي تعبان. وزع اللحم علي اذا لك خاطر. الخبز متى بيلعب دور؟ يلا. لان اللي يطلب يعني حاطه في الاحتياط. خلاص ضغط ضغط علي خلوني اركز بطبختي. وقتك قاعد يمشي بصراحه. قاعد يمشي. يا الله. اوكي يلا بعد بسهل عليك انا. هذه خلاص المفروض ذاك دينا. انا مو بعطشان تجيب لي ماي الحين. لا مو ماي خل لا 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 خل خل يا مسلم. اي هناك شيل زفره اللحم. جيب لي صحن ان شاء الله. حاضر. شو اسمه؟ بسرعه. الخل وقول لي ماي. عندك 5 دقائق. تكلم عني قاعد. جايب لك استاذ. صحن صحن اكو هني ما ادري الاول كبد. حاضر. الباب احترق. الخبز صار توست. احنا هاي تعتبر الكتاب مبين من عنوان او التحدي تقريبا شبه مخلص. لا يعني من اذا حاطه حق هيك حط المقدار. شو قايب لي سؤال سام. متى اخر مره طبخت؟ ولا مره. ولا مره. بلا ولا طبخت بالكشافه. ايه همبرجر بس قالوا لي قلبها وحطها كذي بس. هذه بس هاي اقوى شيء سويته. احلى اكله عندك شنو؟ همبرجر. خل بس ياخذك بسوالف. احنا اقول لك ساعات زينه بسوي لك فيش. انا الاكل المفضل عندي. لحظه لحظه تبي لي وخر. انا ما بتدخل. هاي ما تبطل يا شباب. عنك عنك اساعدك. لا بيبي البخور صار. ايش قاعد تسوي؟ 4 دقائق. اربع دقائق ثقيل. زين البسام قول لنا عن خلفيتك والمسرحيات اللي شاركت فيها. ما شاركت ولا مسرحيه. ولا مسرحيه؟ والله شاركنا في اعمال كثيره خاصه مع جروبنا جروب ما في سكراب حسن. ايه. الاسكافي وحسن محمد والشباب. وقبل كنت في مسرح البيادر واشتغلت برا. فالمسرح حياتي يعني. انت بس لو يعني نقصر السوالف لان قال قصر. طبعا انت لازم اكيد شفت الحلقه اللي حسن طبخ فيها. ايه حسن طباخ ترى. بس اللي وياه شوي لك عليه فوز ترى. صدق والله؟ ايه والله دائما ترى رابعي كله طبابي. انا على بالك ليش صرت متين قبل؟ انا اخاف صراحه والله. انا ليش صرت؟ لا لا بالعكس عادي كل محروق ترى. ما تبون تسمع سوالف يقول ما بسمع. لا ريحه الاستديو صارت زعل 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 خلاص. ريحه دوشك بعد شم الاستديو والله. إذا هو ما أكل من هني أنا أزعل من لا ما أكل. لو تحلك ما أكليت. زين أنا السؤال الحين هاي استوى يعني 3 دقائق عندك. أنت حطيت ملح؟ لا ما حط ملح. بس أنت قاعد تعلمني أحط ملح. بعد باقي فيها شاي. الملح الملح ها صح. الملح على الأقل على الأقل ينبلع. يا شباب ما في إلا شكر هني. لا لا مو شكر دي ملح أستاذ. سكر مكتوب هذه. أكو إيه صدق. شنو ريحة السكر والشكر فارقة؟ يلا على الأقل على الأقل غنوا لنا اغنيه مصريه خلنا. ايه شربتش مني لها طب قربت تغني لها. ما ينزل شيء لخبي. حاول بالقفشه. ايه لو انت البهارات ما يهم كلهم حلو بعالي. حاول تجيب رمل. ياك كل ذي الحين. لا بعالي وهاي اخي بعالي تعرف شو في الرجال. تعرف والله انتم ما تعرفون شيء. لا ما اقول حتى الطاوي ما يستخدمونه مره ثانيه. انا اقول الخبز بس يبي هاي اليوم بيب اخرتي اليوم. ما
ترى حواوشي عرايس يا البسام. على ان شاء الله دقيقتين عندك. عليكم خلاص خلص. ايه شيل شيل يلا. ها انا بيجي اجرب. هاي مشوي ترى مشوي. شوف شكله شوف شكله صدق والله. مستشفى لا يبيعونه في المستشفى. لا ابو علي لا لا ترى نربي الطابي مالنا. ليش فيك وصار اسود؟ انت قاعد تشوف توك؟ بقول لك بدون ولا كلام. تسوي برجر بعد صح؟ ايه حط الثاني. خل يا ولد دقيقة ونص. ما علي نص دقيقة. تدري صار لك شيء تبقى من الوقت. بس بندري. تبقى من الوقت بندري. ساعة بندري. بندر. اي ولا عليك كمان. شوف هاي ضايعت نص دقيقة. ايه بدون شوي بس يدك فخر. شنو ما في اغنيه يقول لك وديتني في داهيه ايش يقول؟ راسك 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 راسك. الله هاي مساحه راكن عليك انت عم بتتسمم وبعد راسك حط ياريك هنا بعد ايش باقي لك؟ ايش باقي لك؟ ما انت قاعد تسوي؟ ما تبي تزين الطبق؟ الحين بزينتم ضاغطين الضغط. يلا خذ راحتك خذ راحتك يا ابو علي خذ راحتك. الله شوف يا شيف في اشياء شعبيه وفي اشياء عاديه. كلش ما عندك وقت وما ادري ايش قاعد تسوي. عندك اقل من دقيقه وانت مضيع مضيع الكلمه. هذه اللي تسوي انت مزرعه ذي هذه مزرعه. شنو الحين قاعد تسوي طبقين انت؟ اي لان اوردر عود اوردر عندك نص دقيقه يا الله دخل فواكه في السالفه. يا جماعه انتم ما تبون تقديم حقك حقك بعدين راح كشته. شنو عاد ما تسوي برزنتيشن ويا برتقال؟ بس استهدف بس 20 ثانيه بس انا احتاج 10 ثانيه. الله لا لا تقلي سنتر زين بعد الحين نظف 10 ثواني ما عندي وقت. لا لا انا لو انظف لك حياتك بعد انت ما فزت. 5 4 3 2 1 وقف وقف. انا اول شيء ابي اسوي قبل لا اعرض طبق الحمد لله الحمد لله رب العالمين الله وفقني زين. شوف 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 خلاص شوف ذي هاي بروحها يعني الطابي بروحها تتكلم عن نفسها. هذه معناته ان نفس الطباخ هاي اي نفس نفس الحرام اي نفس هاي كنا اي المحترق. يلا ما عليه ما عليه سويت. زين الحين اي طبق بتقدم ولا بتبيني اقدم الثنتين؟ لان انا معطيك تشويسين تشويسين تشويس طق الخبز طق الغيط. البسام اجتهد وسوى طبقين وانا اللي اي الطبق الاول عباره عن برزنتيشن الطبق الثاني اللي مفروض الواحد ياكله عدل. اي نعم بس بنعطيك شيء بس شيء بعد. الحمد لله يعني شوف لا تمدحني وايد لانه مزح شكل شعبي بصراحه يعني. هاي ان بغيت حواوشي مصر هذه مو اللي الاخ سووه. هاي اللي سووه ذي تحصل اي مكان. هاي ما تحصل اي مكان كذي يعني. لا هذا ما تحصله الا عند تعالوا خلي والله صدق امانه. لا ما ابي اجرب. ليش لا بالعكس ترى بس تغه اكيد تغلم مستشفي يا ريال قدامك كل شيء مسوي. والله انا قدامي انا خايف اني اكل. هذا كله اكل زين. نقول بسم الله نشوفك على خير ان شاء الله. اذا بقدم برنامج مكان والله اخاف اكل. لا والله ايش يعني ضابط الخبز مسوي مشوي. والله مشوي بسم الله. مشاهدينا انا اقولها وقلبي مطمئن ومرتاح. قول 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 اليوم اللي فاز بدانه هذه الطبخه. الله يطول عمرك. هذه الطبخه صراحه نعم. لو انا باكل منها قرمه ثانيه والملح اللي فيها وكذي لا لا لا, لا 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 نادري تغشمرون يا المشاهدين. لا صدق والله لا صدق والله جد جد والله جد. جاهز شنو ذي؟ الله يطول بعمرك. جاهز التخرج جاهز تدش المطبخ مره ثانيه. اللي سواه البسام برزنتيشن رائع لكن الله ستر. الحمد لله ان ما نضطر نتصل. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك شباب تشرفنا في وجودكم ويانا واستانسنا وياكم. وهذه الطبخات طبعا احنا في المطبخ عندنا هني نسويها نحب ندش التحدي هذه ونراوي الشخصيات اللي الناس تعرفها على حقيقتها في المطبخ. والله احنا اللي حاب نشكرك الله على هالبرنامج الطيب. ما علي سامحونا يعني مثل ما يقولون تجربه. حركت المطبخ خليتني اجرب اليوم نفس بدون اجرب هالاكله الجديده. شكرا لكم لستاف العمل كله. الله استمتعنا برنامج الطيب وتشرفنا ان نكون وياك ومع العزيز بدون. الله يسلمك. مساء المباركة. جميل جميل المحتوى اللي انتم قاعد تغلمونه من هذه البرامج. اتمنى ان
اسم على مسمى 7/7 الله يسمع منك وان شاء الله. انت مو 7/7 انت 10/10. الله 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 سمعتوها من البسام 10/10. حاول ارجع اللي سويته لك عاد الترقيع في بطني انا. حبيبي تشرفنا فيكم وان شاء الله يعني نشوفكم الايام الجايه ونسوي لكم مسابقات ثانيه عاد بنسوي لكم بالطبخات اللي تعرفون تسوون بس مفروض. الله 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 يطول بعمرك. الله يحفظكم ويسلمكم. بعض الاكلات نتناولها على انها صحيه لكنها في الحقيقه تحتوي على سكريات خفيه تسبب مشاكل صحيه اذا بالغنا في اكلها. بنتعرف على بعضها في هذا التقرير. الكثير من الناس يحاولون الحد من تناول السكريات لارتباطها بزيادة مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض. في المقابل يوجد العديد من الأطعمة اللي متعودين ناكلها تخفي بداخلها كميات ما يستهان فيها من السكر. نستعرض بعض من هذه الأطعمة. الطماطم المعلبة. يعتقد البعض أن معلبات الطماطم صحية ولكن هذا غير صحيح، فمحتوى السكر في علبة واحدة منها يمكن أن يغطي فعلياً الكمية اليومية المطلوبة. اللبن قليل الدسم. الأطعمة قليلة الدسم قد تغري الأشخاص اللي يبحثون عن أسلوب حياة صحي، لكن قد يضاف السكر في الخيارات قليلة الدسم لتعويض فقدان النكهة، خصوصاً في الزبادي قليل الدسم اللي يحتوي على منكهات. الكاتشب. يحتوي الكاتشب على مزيج من النكهات الحلوة والحامضة، فملعقة واحدة منه تعادل وضع مكعب سكر كامل في فمك. زبدة الفول السوداني. تتضمن العديد من الأنواع غير الطبيعية على الزيوت غير الصحية والسكريات المضافة. رقائق البطاطس أو الشيبس. تحتوي رقائق الشيبس على نسبة من 3% إلى 5% من السكر، خاصة المكونة من نكهات مثل الشواء أو الفلفل الحار أو العسل أو رقائق الذرة الحلوة، كما تتضمن أيضاً نسبة عالية من الكربوهيدرات اللي يحولها الجسم إلى شكل من أشكال السكر يسمى الجلوكوز. الفاكهة المجففة. يعتقد البعض أن الفاكهة قد تشكل وجبة خفيفة صحية، إلا أنه عندما يتم تجفيفها تخسر الماء، تاركة جميع السكريات مضغوطة بداخلها، مما يجعلها غنية جداً بالسكريات الطبيعية. خلونا نعترف ان اغلبنا نحب الحلويات وصعب علينا ان نتركها، ومثل ما شفنا في التقرير السكر عنصر متواجد في صناعه الطعام بانواعه، ولكن المشكله وين؟ المشكله في الادمان الحلويات والرغبه الكبيره في تناولها من دون ما نوقف. ولهذا السبب حبينا نحاور اخصائيه التغذيه مريم حاجي عن ادمان الاكل والحلويات. شلونك استاذه؟ الحمد لله تمام بخير الله يسلمك. بغيت أسألك الحين شنو تقولين حق اللي الناس اللي مرة واحدة تحب تهاجم على الحلويات؟ طبعاً طبيعي الشعور هذه تجاه الحلويات وأن احنا نحبها بكثرة، شيء كلش طبيعي أن الإنسان يحس فيه. متى يصير مو طبيعي؟ لما أنا أحاول أني أخفف منه بس ما أقدر، لما يكون ما عندي تحكم على الشعور، يعني حتى إذا ما أبي أكل لا في شيء هاي الصوت اللي يطلع في المخ لي لا أكله 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 أكله، هني يصير في مشكلة. فمتى احنا نقدر نقول ان هذا الشخص مدمن على الحلويات؟ اوكي، احنا ما نحب نستخدم كلمه مدمن كذي بسهوله يعني. احنا نحب نكون حذرين معاها. نعم. لان الادمان عاده احنا نصنفه كادمان اذا كان ياثر على الحياه بشكل سلبي، اذا كان ياثر على حتى العلاقات الاجتماعيه بشكل سلبي. فاحنا ما نحب كلمه مدمن نستخدمها كذي بسهوله، بس انا فاهمه قصدك، هو هاي الشعور اللي ما اقدر اتخلى عن نسويته الحلويات. بالنسبة حق هاي الشعور احنا ما نصنف انه هو مو طبيعي الا اذا ما كان له مسبب، فاحنا عادة نحاول نستكشف المسببات اللي تكون وراء وبعدين نقدر نصنف انه هو طبيعي مو طبيعي ونقدر نحله ونعالجه ولا لا. نعم. وبالنسبة حق الافراط في في تناول السكر شنو ممكن يؤدي هاي الخطأ دي؟ اوكي، الافراط في تناول السكريات طبعا كلنا نعرف مضاره، في اضرار متعدده منها زياده الوزن، منها الاصابه بالسكري، منها امراض القلب، الضغط، الكوليسترول، هاي كلها من الاضرار الجانبيه. بس ما تصير الا على الافراط على مدى سنوات طويله، يعني اذا احنا افرطنا وايد مده طويله بعدين نبتدي نشوف هذه الاضرار.
يعني هل الإفراط في أكل الحلويات هي واحدة من الأسباب الرئيسية في الإصابة بالسكر؟ لا، جزء منه، لأنه هو السبب الرئيسي والأساسي للإصابة بالسكري هو الجينات. فعندنا قابلية جينية، لأن صار عندنا قابلية جينية ومعاها صرنا نفرط في أكل الحلويات ومعاها ما نتحرك، يعني لازم هاي العنصرين موجودين، بعدين إحنا ممكن أن نصاب بالسكري لا سمح الله. وشنو تقولين حق اللي يبتدون يومهم بالسكر؟ أي هذه عاد أسوأ سيناريو لأن أنا كأخصائية أنا ما منع الناس من السكر، أنا أقول لهم عادي أكلوا، بس إحنا نبي توازن واعتدال. بس أن أفتح يعني يومي بسيدة مباشرة على السكريات، أول شيء هاي اللي يسويه خليني طول اليوم عندي شهية عالية حق السويت والسكر. الشيء الثاني قاعد يصدم البنكرياس عندي، قاعد يصدم الجسم، إنه مرة واحدة أنا انتقلت من حالة صيام كم من ساعة أنا بدون أكل لمرة واحدة السكر يطير. فهذا الشيء على المدى البعيد يمكن من أخطر أنواع تناول السكريات، إني أنا أكل على الريق أول ما أفتح يومي. إنزين، إذا واحد مثلاً مدمن على السكر وقال إن أنا بسوي عملية تكميم علشان أوازن بين كمية السكر اللي أكله في اليوم على المجموع الأكل اللي أنا بيكون عندي في جسمي، يعني فشنو بيكون ردك حق؟ هني المشكلة اللي تصير إن التكميم والحرمان بشكل عام، إذا أنا أقلل أكلي بشكل جداً كبير، أسوي رجيم أو أسوي تكميم أو أسوي أي عملية، على المدى البعيد هذه يأثر يخليني عندي نقص في المغذيات. نقص المغذيات يفتح الشهية على السكريات أكثر. نعم. فكأنك أنت عالجت المشكلة بشيء يصنع المشكلة أصلاً. نعم. فمثل ما نقولون حللنا مشكلة بمشكلة. بالضبط. وبالنسبة حق اللي يعني حاب إنه يحل هذه المشكلة، يعني خلنا نقول يبي يأخذ طريقة إيجابية أو يتناول أطعمة تكون بديل حق السكريات، شنو يكون الفكرة؟ أوكي. هني أنت سألت سؤالين ترى. سؤال إن شلون نحل المشكلة وسؤال بشنو نستبدلها. نعم. فشلون نحل المشكلة؟ إحنا لازم نفهم أصلاً المشكلة شنو هي، لأن الشهية هذه حق السكريات ترى هي عرض لمشكلة ثانية. يعني كأن واحد ريلة مكسورة وياخذ بس بنادول لأنه يقول في ألم، لا، إحنا لازم نحل المشكلة الباطنية، إحنا لازم نصلح الريلة اللي انكسرت. بنفس الطريقة الشهية حق السكريات عادة يكون لها مسبب ثاني، يا أما تكون حالة مرضية، مثلا شخص عنده مقاومة إنسولين، تكيس مبايض، وايد في مشاكل صحية تسبب هاي الشهية. نعم. ممكن يكون نقص مغذيات، مثلا جفاف، ما يشرب ماء كفاية، نقص حديد، نقص بروتين، نقص مغذيات بشكل عام. وممكن يكون هي مشكلة نفسية، أنه أنا متعودة أكل على السويت، ما عندي شيء ثاني يشغل وقتي، فبالتالي أنه أحبه. فالحل يعتمد على المسبب. إذا كان المسبب نقص مغذيات نعوضه، إذا المسبب حالة مرضية نعالجها، إذا المسبب حالة نفسية أو ارتباط نفسي نعالج النفسية والسلوك. زين، شنو هو السبب الرئيسي اللي يخلي الشخص يدمن على السكريات؟ أوكي، في وايد عوامل تأثر على الموضوع، بس العامل الرئيسي إن السكريات تعطينا بوست، دفعة طاقة مرة واحدة تكون وايد عالية أعلى من أي شيء ثاني. يعني احنا الفرقيه ما بين ان انا اكل سويت وما بين سكر دمي يرتفع واحصل انرجي ترى شيء جدا بسيط، يمكن ما يتعدى ربع ساعه حتى. في الاكل الثاني لا، بياخذ نص ساعه، ساعه، ساعتين، ثلاث. فهذه البوست ذي اللي مره واحده، الارتفاع ذي، هذه اللي المخ يدمنها، لانه يحس انه قاعد احصل انرجي مره واحده، هاي شيء زين، ابي مور، عطي اكل. فبالنسبه حق الاشخاص اللي يكون عندهم اكتئاب، نلاحظ اكثر الاشخاص اللي يكون عندهم اكتئاب او يكون عندهم زعل ولا شيء دائما يتوجهون الى السكريات. فشنو الرابط اللي صاير بين حالات الاكتئاب والسكريات؟ هو الرابط صاير بطريقتين. الطريقه الاولى اللي توني قلتها، ان الاكتئاب يكون نقص وضعف الطاقه، نشاط المخ، كل شيء يصير نازل، فهاي البوست مال الطاقه يحسسهم انه اوكي خذيت بريك من الاحساس اللي انا قاعده احس فيه. الجزء الثاني له علاقة بالبيئة والتربية. يعني احنا متعودين ان مثلا نقول حق اليهال خلص اكلك عشان تاكل شوكولات او سويت، في العيد ميلاد نجيب لهم كيكة وسويت، فنعودهم ان السويت والحلويات هي مكافأة. فعند الناس اللي عندهم اكتئاب هذه حس المكافأة يكون منخفض، فلما هم ياكلون الحلويات والسويت يعوضهم على هذا النقص اللي قاعدين يحسون فيه في الريورد، في المكافأة في المخ، فأنه يعوضهم النقص ويصيرون يحبونه ويعتمدون عليه بشكل أكبر. أستاذة وأخصائية مريم حاجي، حبينا نشكرك أول شيء على حضورك معنا في برنامج 7 على 7. طبعا نتمنى أن المشاهدين كلهم سمعوا الكلام اللي قلتيه،
وإن شاء الله يعني تكون هذه النقاط يأخذونها بعين الاعتبار ويطبقونها على حياتهم الفعلية علشان يوازنون بين السكريات وبين الأكلات الثانية. شكراً وإن شاء الله نشوفك في المستقبل ونأخذ بعد أفكار منك في الأيام القادمة إن شاء الله. أكيد الله يعني شكراً تسلم. مشاهدينا نقول فقرتنا اليوم كانت جميلة والتحدي بعد كان جداً قوي، ونقول لكم هذا الأسبوع شفتوها مع الحلقة والمطبخ المصري. تابعونا الأسبوع الجاي في المطبخ الجاي في مطبخ 7 على 7. نشوفكم على خير ومع السلامة.